ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. النهاردة هيتم تسيير 14 رحلة جوية هتوصل للقاهرة ضمن الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن. كمان وكالة الفضاء المصرية هتحتفل بيوم القمر العالمي، ده غير ان النهاردة في مؤتمر ده هو مؤتمر صحفي لتقديم روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم. تعالوا نتابع التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة هتحتفل بيوم القمر العالمي، وده يوم دولي حددته الأمم المتحدة وبيوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة أبولو 11 اللي أرسلت للقمر. النهاردة برضو هينقل الجسر الجوي اللي بتسيره شركة مصر للطيران 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله من الأراضي المقدسة، وده بواقع 6 رحلات جوية من جدة للقاهرة و5 رحلات من المدينة المنورة للقاهرة، بالإضافة لرحلتين من المدينة المنورة للأقصر ورحلة واحدة من جدة لبرج العرب. النهاردة هيتفقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقع محطة الضبعة، بيرافقه وفد روسي كبير بيضم 25 قيادة من شركة روستوم الروسية، وهي الشركة المنفذة للمشروع، وده تمهيداً لوضع حجر الأساس في النص الثاني من الشهر المقبل. النهاردة هيعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمر صحفي الساعة 2 الظهر لتقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، واللي هيبدأ مهمته رسمياً مع الفراعنة لمدة 4 سنوات.